أتمنى أنه يجب أن يكون هناك قرار في إيقاف العمليات العدائية من قبل الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى أنه يعني إنهاء القضية الفلسطينية وحل القضية بأسرع وقت ممكن ليعيش الفلسطينيين أهلنا الفلسطينيين في مناطقهم بأمن وأمان واستقرار. هذا الأهم يعني. نتمنى من العام الجديد عام 2024 عام خير وازدهار وفرح للعراق، برغم ما مرينا به من مأساة الحمدانية اللي سقط بها الشهداء والجرحى وغزة. أتمنى أن تكون هذه السنة جديدة سنة سلام ومحبة، أتمنى أن الناس تنسى الحقد والضغينة، تنسى الحسد، تنسى الكراهية، حتى يعني يعيشون باقي الجيل اللي بعدنا يجون يعيشون عيشة أمان. يعني أنا أتمنى أن يعم السلام في كل بقاع العالم.